أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع دول القرن الإفريقي. وخلال لقائه مع مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي، ناقش عبد العاطي قضية أمن البحر الأحمر وتأمين حرية الملاحة الدولية والتهديدات الأمنية المتصاعدة على الاقتصاد العالمي وعلى مصر بشكل خاص نتيجة للموارد التي تم فقدها من عوائد قناة السويس. ومن جانبها ثمنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي الدور الهام الذي تطلع به مصر في منطقة القرن الإفريقي، مؤكدة على حرص الاتحاد الأوروبي على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر في جميع الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة القرن الإفريقي.